عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم في فيديو جديد. كالعادة كل ما فما خبر نجمو نحكيو عليه ونعطيو فيه رأينا، باش نخرجو نتكلمو ونحكيو فيه. باش نحكيو اليوم على تعيين المدرب الجديد للنادي الإفريقي بيرتران مارشان على رأس الإطار الفني للنادي الإفريقي خلفا العادل السليمي. كالعادة فما نقاط إيجابية باش نحكيو عليها، كذلك النقطة السلبية الوحيدة بالنسبة لي أنا نجم نركز عليها ونحكي عليها، اللي نتسائل على هيئة المديرة انها كيفاش توصل تعين عادل السليمي وتعمل له عقد عام ونص، ومن بعديك تلقى روحك اليوم مجبر على انك تنهي العلاقة التعاقدية مع المدرب عادل السليمي. علاش نعملوا في كونترا بالطريقة هذه؟ هذه النقطة السلبية اللي حبيت نركز عليها. صحيح اليوم مانيش باش نقولوا احنا عادل السليمي مدرب كبير، خاطر بصراحة كيفية التعامل في المباريات خاصة الكبرى، طريقة اللعب نتاعو اللي ما كانتش واضحة، صحيح فما ملاعبية ما كانوش في مستوى النادي الإفريقي، صحيح فما برشا ظروف كانت ضد إنه المدرب ينجح، لكن بصراحة ما عندوش كارير كبير، بصراحة ما كانش عنده حاجة تخليك إنك أنت تبني عليها، إنك تقول نهار آخر ينجم يعاون النادي الإفريقي، هذا كله ما يختلف فيه حتى واحد، لكن القرار كان متأخر ومتأخر برشا، على خاطر تعيين بيرتران مارشان كان ينجم يكون منذ تخلي عن منتصر لوحيشي، هذاك علاش كنا نعيبوا على الهيئه نتاع النادي الافريقي. بيرتران مارشان مدرب كبير ما يخفى على حتى واحد الانجازات نتاعو، خاصة وقت نحكيو على بيرتران مارشان والبدايات نتاعو في تونس كان من بوابة النادي الافريقي في موسم 2005، وقت اللي جا للنادي الافريقي وقتها النادي الافريقي كان يعاني في مواسم صعيبة، خاصة بعد نهائي الكأس 2003 اللي كان خسره مع الملعب التونسي. انا ذاك ومن بعد زاد موسم تعيس وتعيس جدا، زاد كيف مر بيه في سنه 2004، والناس الكل نعرفوا شنو صار في الموسم هذاك، كيف زاد في موسم 2005 وقتها النادي الافريقي تمكن انه يجيب بيرتران مارشان يكون على راس الفريق نتاع النادي الافريقي. وقتها شفنا النادي الافريقي كان خير برشا من المواسم اللي سبقته، على خاطر وقتها شفنا النادي الافريقي كان رجع لمطاردة اللقب وكان رجع انه ينافس على اللقب، وشفنا حتى انه مع بيرتران مارشان انهى في المركز الثاني. هذاك علاش نقولوا راهو المدرب بيرتران مارشان عنده برشا امكانيات وعنده من الامكانيات تسمح له انه يكون مدرب اول في النادي الافريقي نظرا للقيمه الفنيه نتاعو، كذلك زاد الفرق اللي كان دربها. لهنا نحكيو البدايات نتاعو كانت في نادي غانغون، نادي غانغون هذا معروف في فرنسا، النادي هذا في اكتشاف المواهب الصاعده في الدوري الفرنسي، اللي انا نتصور فما برشا ملاعبيه باش يبرزوا مع المدرب هذا، خاصه انه يعرف كيفاش ياخذ الملاعبيه، وانه اقوى حاجه فيه بالنسبه لبيرتران مارشان الكومينيكاسيون، يعرف يخاطب الملاعب، يعرف يدز فيه الشحنه المعنويه. صحيح مواسم الاخرانيه ما كانش يلعب في دوريات كبيره، خاصه انه كان مع هلال الشابه، لكن كانت عنده تجارب كبيره، كانت عنده تجارب في المغرب، كذلك في الدوري الخليجي، كذلك في غانغون، كذلك في فتره ما كان على راس المنتخب التونسي. هذاك علاش نستناو في بيرتران مارشان باش يكون خيار صائب للهيئه المديره نتاع النادي الافريقي، خاصه بعد القعبيجي اللي شفناه مع منتصر لوحيشي، وبعد جاء عادل السليمي اللي بين قوسين ما كانش راجل المرحله. توا شفنا توجه جديد للهيئة المديرة، ندعم القرار هذايا بتولي بيرتران مارشان على رأس النادي الإفريقي، إن شاء الله فما مواهب باش تبرز مع بيرتران مارشان. لهنا نحكيو على ياسين الدريدي لاعب خط وسط الميدان اللي عنده بوتنسيال كبيرة، ولاعب قاعد يقدم في إضافة، خاصة كانت عندي متابعة عليه الملاعب هذايا مع منتخب الأواسط، عدى مباريات ممتازة جدا، كذلك زاد توفيق الشريف اللي إن شاء الله وإن شاء الله باش يكونفيرمي الماتشوات الباهين الأخرانيين اللي عداهم، وباش نشوفوه يتألق أكثر مع المدرب هذايا، كذلك زاد ما نجموش ننساو آدم قرب. آدم قرب يفكرني في زهير الذوادي والبدايات نتاعو في النادي الإفريقي، ساق يسار نفس الساق كيف زوز يلعبوا باليسار، آدم قرب اللي حتى واحد ما ينكر القيمة الفنية نتاعو، لكن زاد إذا كان يكون عندك مدرب الكومينيكاسيون تكون باهية ويكون فورماتور باهي ويعرف يحكي مع الملاعبية تشوف منه العجب، وأنا نتصور آدم قرب باش يكون عنده تأثير كبير في الرابطة المحترفة الأولى البطولة إن شاء الله في الموسم القادم. كذلك زادا مانيش باش ننسى المهاجم يوسف سنانة اللي ان شاء الله زادا كيف باش يحاول يلانسيه، صحيح مانيش باش نقولوا المهاجم الاول لنادي الافريقي وباش يعمل عليها 100% ويحاول انه يعطيه الشحنه المعنويه، نقولوا لا، اما لكن نتصور التعامل نتاعو في المباريات والتعامل نتاعو مع الملاعبيه الصغار وطريقه تدخيلهم في اللعب وطريقه انه كيفاش يدخلوا في المباريات باش تكون عندها تاثير كبير. كذلك زاد الفرحاتي اللي نتنبأ له باش يعدي موسم ممتاز مع النادي الافريقي في حراسه الشباك. هذا كان كلامنا على بيرتران مارشان،
المدرب القديم الجديد للنادي الإفريقي، شيخ المدربين بالنسبة للبطولة التونسية، على خاطر عنده سنين من إجيال البطولة التونسية ويعرف الأجواء التونسية. هذا كان تعليقنا على تعيين المدرب بيرتون مارشون على رأس الإطار الفني للنادي الإفريقي وإمكانية بروز ملاعبي شبان في النادي الإفريقي. ميرسي بوكو على المشاهدة، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، تصبحوا على خير نسكن.